تامر؟ لا انا عندي كلام كتير في الاهلي. اتفضل. لان موسيماني يا هيما اتكلم يا بيه محدش مش طبيعي كلم. بصراحه حاضر. اتحدى اي نادي في مصر يمر بالظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي، بالغيابات اللي فيها النادي الاهلي، ويفرض اسلوب لعبه على المنافسين بالمنظر ده. تتحدى؟ اراهنك موسيماني مش طبيعي. التحركات اللي بيعملها لعيبه النادي الاهلي مش طبيعيه، تتدرس صراحه. اشرح يا باشا. اشرح لو عاوز ادخل على ايه، على حالات ام بي ينفع ولا خلينا في البنك عشان ما نتلخبطش؟ لا احنا في ام مباراه مباراه الاهلي والبنك هرجع لك، لاني كمان ليه الحلقه اللي فاتت بتاعه البنك. الحلقه اللي ورا ليه؟ حاضر. هترجع ورا ليه؟ لاني هقول لك هو عالج كمان اخطاء مباراه البنك ليه. ماشي. لان منهم من ضمن الاخطاء طبعا الضربه الركنيه اللي عملها هي معاك. طيب دي حالات البنك. ماشي. رامي اللي لعب في نص الملعب في المركز رقم 6. حاضر عشان الوقت. ماشي. طبعا الاهلي فرض اسلوب لعبه تماما على البنك. بص طاهر كده بيتحرك فين؟ في العمق. بص هي لو رجعنا هتلاقي ان قفشه، ارجع معلش يا شباب اللي كان في نص الملعب بيشاور ده، ما هو ده قفشه. ماشي. على طول بيربط مع، بص هنا بيبص على مين؟ على هاني. بيقول له ابدا اجري. بص هيبص له كم مره يا ابن اجري، مالكش دعوه، روح بس ومالكش دعوه. نزل قفشه استلم في ظهر هاني، نقف. بص هاني وبص معلول. وعفوا الماتش ده ما كانش معلول، كان محمود وحيد. ايوه. يلا اذا الاهلي بقى، وعاوز اقف. بص بقى كده كان في العمق، يبقى طاهر دخل لجوه وتاو دخل لجوه. ساعدني يا ابني، مين اللي دخل في العمق؟ انت اللي شايف. يبقى طاهر دخل في العمق، اللعيبه الفرقه كلها دخلت جوه. برافو عليك. عشان افرد الملعب على الاطراف. يلا تاو دخل في العمق، وطاهر محمد طاهر دخل في العمق، ومحمد شريف كمان اللي هينزل ويحاول يجيب الكوره دي. طيب رامي ربيعه، بص كده لعيبه البنك كلها رجعت لورا. ادي طاهر اللي كان داخل في العمق، تاو هو اللي عمل سويتش مع طاهر. بص تاو بيرفع ايده، طاهر استلم، قفشه بيطلب الكوره. هنا انا عاوز ارجع والكوره تحت رجل محمد شريف، لان محمد شريف القرار الصح انه يريح لتاو جول. لا هرجع وهو بيستلمها كمان شويه يا شباب، كمان شويه بس، وهي جايه ببطن رجله الشمال لتاو احسن. اخدت قرار انك تعمل ترن وتلف تجيب جول، يبقى لازم تجيب جول، ما ينفعش كره زي دي تضيع، دي لازم جول. والاهلي ومن وجهه نظري في المباراه دي دفع ثمن تضييع كل الفرص. ماشي. اللي بعده بص على طول قفشه. انت هنا عايز تقول ايه بس في الـ الاهلي بيفرض اسلوب لعبه بصوره مرعبه على كل المنافسين، لكن الاهلي في المباراه دي ضيع كل الفرص الممكنه.